يا أهلا بالفيلموية. حكايتنا بتبدأ مع رالف هانكس نايم في أوضة العمليات ومش فاكر أي حاجة حصلت له، لكن تعال معايا يا صاحبي وأنا هحكي لك حكايته وإيه اللي جابه هنا. رالف ده أنجح قائد حملات دعائية في التاريخ. السبب في كده إنه مسك حملة دعائية لمرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية اسمه ستيفنز، حوله من شخص مغمور محدش مهتم بيه لشخص الناس كلها صوتت له في الانتخابات وبتكون معاه دراعه اليمين مورا. المهم بعد كل النجاح اللي حققته الحملة الانتخابية دي، ستيفنز بيطلبه، ولما بيروح لرالف بيلاقي الراجل متعصب وبيزعق له. بيتضح إن أصوات المصوتين ليه عمالة تقل وإنه بدأ يخسر الانتخابات اللي بالفعل بيخسرها في النهاية، وبيشيل اللوم والعتاب كله لرالف. المهم بعد اللي حصل ده، رالف بيكتئب وبيقعد فترة كبيرة يشرب في خمرة ويسكر وما بيعملش أي حاجة في حياته. لكن في يوم وهو قاعد في البار قعدته بيسمع الأخبار اللي كلها عبارة عن قد إيه وضع أمريكا بقى وحش والناس عمالة كلها تنتقد في النظام السياسي وكده، وبقوا بيجهزوا نفسهم علشان يعملوا انتخابات رئاسية جديدة. لكن بيجي خبر على سبيل التريقة من الوضع اللي وصلت له أمريكا، بيتكلم عن طفل اسمه أوليفر منزل فيديو على اليوتيوب وبيقول إنه بيرشح نفسه للانتخابات وإنه بيوعد إن كل مواطن هيبقى ليه ألعاب ببلاش وحلويات كتير كمان. الموضوع بقى مضحك بالنسبة لرالف، لكن الموضوع بيلفت نظره لما بيلاقي معظم اللي قاعدين حواليه فرحانين بالواد، وفي ناس كمان بتقول إنها هتنتخبه وإنه أحسن من ناس كتير موجودة على الساحة. بس هاخدك يا صاحبي ونرجع نطمن على رالف اللي بيكون حس بوجع جامد قوي، وكمان سمع واحد بيكلمه بيقول له أنت هنا بأمر من رئيس أمريكا بنفسه. فوقتها رالف بيخاف. تعال بقى نكمل الحكاية تاني. لما بيشوف رالف فيديو أوليفر بتجيله فكرة، بيقوم وبيغير هدومه وبيروح لأوليفر يتعشى معاه هو وأهله. بيقعد يتكلم مع الولد شوية وبعدها بيقعد مع أهله وبيقولوا له أنت عايز إيه من الآخر؟ بيقول لهم ابنكوا هيبقى رئيس أمريكا، وأنا وأنتوا عارفين إن الرئيس في بلدنا مش لازم يبقى عنده خلفية سياسية. المهم بيرد عليه أبو أوليفر وبيقول له أنا قريت عنك في الأخبار، أنت شخص انتهازي. فبيقول له رالف أيوه دي حقيقة، أنا همسك لك حملة أوليفر الانتخابية وخليها تنجح وبكده هرجعت شهير تاني، وفي نفس الوقت ابنكوا هيكسب فلوس تكفيه طول حياته. بيدخل عليهم أوليفر بعدها وبيقول لهم إنه بيصور فيديو جديد، بيقعد يقول في الفيديو إنه لو بقى رئيس هيدي لكل مواطن عجلة وشوكولاتة ووظيفة. الموضوع بيكبر والحملة الانتخابية بتبدأ والناس كمان بتبدأ تهتف باسم أوليفر في كل مكان. بيبقى أوليفر ورالف فرحانين بالتقدم اللي بيحصل. بتيجي مورا تاني لرالف اللي كانت بتشتغل معاه زمان لكن سابته لما آخر حملة عملها فشلت. المهم بتطلب منه ترجع تشتغل معاه تاني، وهو عشان انتهازي بيخليها تعتذر له وبيوافق. بعدها بيبدأ بقى الشغل الكبير، بيبدأوا يعملوا أغاني لأوليفر وإعلانات ضخمة للحملة الانتخابية. وبعد ما بيخلص تصوير الأم بتطلب منه يجهز نفسه على عشان هتاخده ويروحوا للدكتور، لكن الواد بيرفض وبيقول لها انا بكره الدكاتره. وكمان بيبدا يبقى عصبي جدا وبدا يشوف نفسه ويزعق لام وابوه، وفجاه بيقول لهم انا بكرهكم وبيمشي وبيسيبهم. بيبقى رالف واقف متابع كل ده من بعيد. بتبدا الدعايه الانتخابيه وبتبدا الناس تحب اوليفر اكتر وبقت مبسوطه بيه. بيعمل رالف جلسه مع اوليفر علشان يدربوه فيها على انواع الاسئله اللي هتتسال له وازاي يرد عليها، لكن بيبقى في واحد من ضمن التيم بتاع رالف مستهي في الحوار اللي بيحصل. بيقول لهم يا جماعه ده طفل، ايه علاقته بالاقتصاد والسياسه وشؤون الدول؟ فبيبدا يدخل في نقاش مع رالف، وبيقوم رالف في الاخر متعصب عليه وطرده. بيمسك رالف اوليفر وبيقول له ما تزعلش يا حبيبي يا عمو ده وحش، وبيبدا يعمل معاه شغل حضانات خالص. وبيجي وقت الاختبار الفعلي وبيحضر اوليفر مؤتمر مع باقي المرشحين. لما بيتسال سؤال عن الضرايب ما بيعرفش يرد، بيقعد يقول انا عايز ماما وبتاع وبيبقى خايف. امه بتشوف اللي بيحصل فبتلوم رالف وبتقوم واخده ابنها وماشيه حاجه اخر ضحك، وبتفشل الحملة الانتخابية. وبيرجع رالف تاني مكانه بيشرب في خمرة علشان ينسى اللي حصل له، لكن بتجيله مورا علشان تطمن عليه. بيقعد يلوم نفسه قدامها وبيقول لها انه ما كانش المفروض يسمح لأوليفر انه يحضر المناظرة دي لانه اكيد طفل، موقف زي ده هيخليه خاف. لكن مورا بتقول له خلاص الحمد لله انها جت على قد كده، انا لسه كنت معدية من على بيتهم وقابلته وعرفت ان الكلب بتاعه جاله سرطان وهيموت، لكن أوليفر كويس وبيسلم عليك وبيقول لك ايه رأيك لو عملنا فيديو عن الكلب. وقتها رالف بتعجبه الفكرة قوي وبيقوم يجري يغير هدومه وهو عمال يردد أنا هفوز في الانتخابات. وفعلا بيصور أوليفر فيديو مع الكلب بتاعه وعيلته مع شوية حكم بقى وأقاويل علشان يستعطف الناس، وهو بيوعدهم إنه لو فاز هيبقى أولويته إنه يحافظ على عائلات المواطنين والكلام الفاضي ده. وطبعا الكلام الفاضي بيضرب مع الناس وبيأثر فيهم. فعلا الفيديو بينجح وأوليفر بينجح في الانتخابات وبيتعين رئيسا رسميا لأمريكا. بتتم إجراءات تسليم السلطة
الشرطة هو وأمه وأبوه، وبيدخل على مكتبه في البيت الأبيض وبيقرر إنه ينفذ وعوده الانتخابية، وهو إنه يدي لكل مواطن بلايستيشن ببلاش وكمان معاها ألعاب هدية. لكن لما أمه وباقي الناس ورالف بيعترضوا، الواد بيبدأ يزعق لهم وبيقول لهم يا تنفذوا كلامي يا إما هجيب غيركم ينفذوا أوامري، لدرجة إنه حتى عايز يلبس الجيش لبس على مزاجه وبيخلي رئيس الجيش يمرجحه. وبيجي الوقت علشان يختار كلب جديد ليه، لما ما بيعجبهوش ولا واحد بيغضب وبيزعق للي حواليه، ولما بيطلبوا منه يروح للدكتور علشان يعملوا الكشوفات الصحية بصفته رئيس أمريكا بيرفض وبيقول لهم أنا مش بحب الدكاترة، وبيقول لهم اعملوا قانون جديد إن ما يبقاش في ولا دكتور كبير في السن، وبيمسك الكرة بتاعته وبيقعد يلعب بيها مع الحراس والوزراء. وبعد ما بيخلصوا بيجري رالف ورا وزير الدفاع علشان يتكلم معاه، بيكون أوليفر بيلعب في البيت الأبيض بالعجلة بتاعته. المهم رالف بيقول لوزير الدفاع إن أوليفر ده طفل ومتدلع قوي، إحنا كده بنضر بلدنا وما كانش المفروض يوصل لمكان زي ده، وإن دي كانت غلطتي. لكن الوزير بيقول له كلامك فيه ريحة خيانة عظمى، فبيسحب رالف كلامه على طول وبيسيبه الوزير وبيمشي. بعدها بيقابل هيلين أم أوليفر، بيقول لها إنها لازم تقعد وتتكلم مع أوليفر وتقول له إنه ما ينفعش يتصرف كطفل، وإنه بقى دلوقتي في أهم منصب في أمريكا. لكن هيلين بتقول له الناس بتحب ابني وتصرفاته، أنا ما أقدرش أتكلم معاه في حاجة، وبتسيبه وبتمشي. بيروح بعدها يقابل مورا اللي بتقول له كبر دماغك يا عم وما تشغلش بالك بالحوارات دي، انا وانت ما يهمناش غير الفلوس والشهرة ودينا خدناهم، فكبر مخك بقى. المهم بعد ما بيخلص كلام معاها بيروح وبيقابل أوليفر اللي قاعد بيلعب جولف في مكتبه، وبيقول لرالف تعال العب معايا. لما بيجي رالف يتكلم في اللي هو عاوزه بيقوم أوليفر مقاطعه وبيقول له لا انا قلقان من الخيانة العظمى دي شكلها حاجة وحشة قوي مش كده، وبيكمل رالف لعب. بيلعب بعدي أوليفر اللي بيكون متضايق قوي انه مش عارف ينزل الكورة من ضربة واحدة، بيعترف لرالف انه كدب عليه بخصوص كلبه اللي بيموت، وانه عمل كده علشان يرجعه الفريق تاني ويقدر يفوز بالانتخابات. وبيقوم رامي كور كتير على الارض، ولما بتنزل واحدة فيهم في الحفرة من مرة واحدة بيفرح قوي. لكن رالف بيقول له اللعبة دي ما بتتلعبش كده، فبيقول له أوليفر يا تكون داعم ليا يا تبقى خاين، لكن رالف بيصمم على رأيه، فبيقوم أوليفر مخلي الحرس ضربين رالف بالنار. بيتنشر في الصحافة ان رالف كان بيحاول يختل أوليفر لولا الحرس انقذوه، والناس كلها بتبدأ تشتم وتكره رالف علشان كده انا وانت شايفينه دلوقتي وهو في اوضة العمليات. المهم رالف بيطلب من الدكتور يعمل له العملية ويخلصه بقى من الوجع والمعاناة اللي هو فيها دي، لكن الدكتور بيقول له انا ما اقدرش القانون بيمنعني، وان الدكتور بتاع الرئيس بنفسه هو اللي هيعمل له العملية. بيجي الدكتور بتاع الرئيس اللي بيكون لسه عيل صغير متعلم الجراحة من ألعاب الفيديو، فبيخاف رالف وبيقعد يصوت. وبينتهي فيلمنا على كده. قول لنا في التعليقات فهمت ايه من الحكاية دي، وايه العبرة اللي بيحاول الفيلم يوصلها لنا. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.